المؤلف رحمه الله تعالى الصبر باب من الإيمان بالله، من الإيمان بعض الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. تقدم معنا أن الصبر على ثلاث أقسام: صبرا على طاعة الله حتى تؤدى الصلاة والصيام، وصبرا عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العباد مرض وفقر. فهذا هو القسم الثالث من أنواع الصبر. بعض الناس هدانا الله إياه يدخل على المريض، يعني فلان من الناس حدث له حادث السيارة، تكسرت السيارة ومات الأولاد وماتت الزوجة، وبقي من بقي هو مكسر في المستشفى معلق. فيدخل على المريض ايش يصنع؟ يقول مسكين، والله أنت مسكين وما تستاهل، والله قطعت قلب، والله أنا تقطع عليك قطعة، لكن ايش أصنع؟ أنت تعرف نظام والحكومة وكذا، والمستشفى هذه أسوأ مستشفى في العالم، ولعلك ما تدري كتبت بسيط، والله حتى اكتشفوا مقبرة في سرداب تحت المستشفى من كثرة الأموات. هذا كأنه يقول له، عندما يقول له مسكين وما تستاهل، كأنه هذا أرحم به من الله، والله ما تستاهل. نعم، يقول ايش اسمع لك وما بليت حيلة وانت قطعت قلبك، يقولها بعض الناس ولا كثير. لكن الشيخ معاذ ولله الحمد درس كتاب التوحيد، يدخل على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس ظهور إن شاء الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. على قلبه هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ومن رضي فله الرضا. يسرد عليه الآيات والأحاديث بماذا؟ كيف يأخذ؟ يقول كل يوم تعالى يا شيخ معاذ، صحيح؟ أما الثاني ذاك يقول له الله لا تأخذ، صح؟ كان عندي أحد الطلاب من دول هذه اللي كانت تابعة لروسيا، كان هنا في المدينة، جاء إلى العمرة وقدم في الجامعة الإسلامية وخرجت النتائج ولم يخرج اسم هذا الطالب. يقول رجعت للبيت يعني الصبر مثل اسم مر مذاقته، مثل الدواء طعم مر. قال انا يعني مصيبه شاقه علي. يقول فتحت كتاب التوحيد وتذكرت هذا الدرس. يقول تذكرت درسك معي. يقول قرات الباب، باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله. يقول عشر مرات تقريبا اكثر أقرأ وأبكي وأتصبر. نقول لم أنا ليلتي هذه إلى الفجر مصيبة صعبة، يقول كيف أرجع بلدي وكذا ومشاكل ولا دعوة أريد المدينة. يقول صليت الفجر وانتظرت حتى فتحت باب الجامعة الإسلامية وذهبت إلى عمالة القبول التسليم، وجئت إلى الموظف وقلت أنا قدمت في العام الماضي ما خرج اسمي، أريد تعيد لي التقديم في العام الثاني، يعني أريد الإجراء الكافي حتى يعني لعلي أقبل في العام القادم. موظف هذا قال له لا لا ما يمكن. يقول قال لي ما يمكن التقديم. قال هذه مصيبة على المصيبة. قال لي ما؟ ليش؟ قال لأنك مقبول. قال ليش؟ قال أنت مقبول. قال كيف مقبول؟ قال في خطأ لله إحدى الأسماء خرجت واسمك موجود خلاص، سامر وراجع القنصلية وكذا والسفارة، والحمد لله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تمام.